عام 98 أسست شركة جديدة مهمتها تنظيم معلومات العالم كلها وجعلها مفيدة وبمتناول الجميع. تم تقدير 300 عام للوصول إلى هدفها. الشركات الناجحة تبدأ بأهداف جريئة، وبالتأكيد أن قيام جوجل بتنظيم معلومات العالم وجعلها مفيدة كان هدفا جريئا. بدأنا بالشبكة، لكن مهمتنا أكبر كثيرا من الشبكة. نريدها حقيقة في جميع طرق التواصل وطرق تفكيرنا، لأن فيها الكثير. قد تكون جوجل بدأت كمحرك بحث بسيط، لكن اليوم ومع وجود تطبيقات مثل أندرويد، كروم، ويف، بيكاسا، جوجل أبس، يوتيوب، جوجل أوشن، ومع وجود سمارت فون أيضاً، أصبحت جوجل مستودع الطاقة للإنترنت. هذا تسونامي التكنولوجي يتدفق بالمعلومات بشكل يومي مع فرق التطوير المتواجدة حول العالم. خلال هذه العملية أصبحت جوجل كمكنسة كهربائية عالمية للبيانات الرقمية، تعالج ما يقدر بعشرين بيتا بايت من البيانات يوميا، أي ما يعادل 130 مليار صورة أو 5 مليارات أغنية موجودة في الآيفون، كما تتعامل مع أكثر من مليار بحث يوميا. عمليات البحث هذه تترك أثرا رقميا لكل شخص يقوم بزيارة الموقع. من الأمور المثيرة للاهتمام في عمليات البحث في جوجل أنها بمثابة قاعدة بيانات للنوايا. إنها مجموعة رائعة من أمور كنت تفكر فيها في أي لحظة محددة، مستندة على الذي كنت تبحث عنه، وأي مؤسسة يمكنها النفوذ إلى ذلك تستطيع فرض سلطتها علي أو تستطيع التأثير عليك بشكل سلبي. هل يعلم أحدكم ما هذا؟ مؤسسا جوجل سيرجي برين ولاري بيج. الناس يجدون دخولهم إلى جوجل كل يوم. لم أدرك ما هو عندما رأيته للمرة الأولى، لكن هذا ما ساعدني على إدراكه، لأنه يدار في المكتب والذي يدار بالوقت الفعلي، وكل واحدة من هذه النقاط المتصاعدة تمثل حوالي 20 إلى 30 عملية بحث. هدفهم النهائي تحويل جوجل إلى كيان شامل للمعرفة. يفترض أن تكون هذه الجلسة عن المستقبل، فارتأيت أن أتحدث عنها بشكل مختصر. لتتمكن من القيام بعملية البحث بالشكل الصحيح، عليك أن تكون ذكياً. محرك البحث النهائي بمثابة الذكاء الاصطناعي. من السخرية أنهم يستخدمون صورة للكمبيوتر الشرير هال في فيلم أوديسي الفضاء من عام 2001 عندما يقومون بالترويج لتلك الرسالة الخيرية. جزء من هدفنا جعل العالم مكاناً أفضل. If I ruled the world, every day would be the first day of spring. خلال ما يزيد على 10 سنوات أصبحت جوجل واحدة من أكبر الشركات المنافسة وغير التقليدية في سيليكون فالي. في ذلك الوقت تم تصور انطباع عنها بحضور كبير ولكن حميد، لكن هذا التصور العام بدأ يتغير عندما بدأت جوجل بمسح وترقيم ملايين الكتب. لم يستجب المؤلفون والناشرون على هذا بالتهليل، بل برفع الدعاوى القضائية زاعمين انتهاك حقوق النشر. بعد فترة قصيرة من نشر أخبار جوجل أصبحت هدفاً لسخط وسائل الإعلام المطبوعة التي اتهمتها بتدمير أعمالها في الإعلانات التجارية وبمسؤوليتها عن تراجع عائدات التداول. واعتبرت صناعة الموسيقى والتلفزيون موقع يوتيوب التابع لجوجل منافساً مهدداً يقوض وسائلهم التقليدية لتحقيق الأرباح. وعندما بدأت جوجل بالتقاط صور فوتوغرافية لشوارع، أثار هذا غضب المدافعين عن الخصوصية. كلما توسعت نشاطات جوجل رافق ذلك دوماً الفوضى والاضطراب، وكلما أثير الجدال تقع جوجل تحت شعار مشترك متولد من نفور موظفي جوجل الأوائل، ليمتد ويصبح حديث الشركات. باعتباري جئت من شركة إنتل، كانت فكرة أنني لا أريد العمل في شركة كبيرة راسخة في عقلي، لذا كنت مهتماً بأمر أكثر استفزازاً وإثارة للاهتمام، وربما يجعل الناس أقل ارتياحاً أيضاً. ثم بمجرد جلوسي في الاجتماع كنت أحاول التفكير بأمر يثير الاهتمام، وما قفز إلى ذهني هو فقط لا تكن شريراً. عندما التحقت بالشركة ظننت بأنها مزحة، اعتقدت بأنها مجرد وسيلة للتسويق داخل الشركة. وفي يوم كنت جالساً في الغرفة
كان يدور نقاش حول الإعلانات، وإذا بأحد مهندسي شركة واسمه رون يضرب بقبضته على الطاولة ويقول هذا أمر خبيث. فجأة توقف الحديث، كان الجميع يقفز من حول الطاولة ويختبئ تحتها، وفجأة تركز الحديث حول ما إذا كان هذا التغيير سلبياً أو إيجابياً بالنسبة للزبون. لهذا السبب لم نقم بهذا التغيير في النهاية. إنه ليس شعاراً سيئاً، لكنه كان في غير محله، لأن قول هذا أمر غير خبيث يزداد صعوبة عند التفكير بمجال النشاطات المختلفة التي يعمل بها مزودي الخدمة. لم يعد الأمر مقتصراً على عملية بحث. ولد محرك البحث جوجل في مرتع الابتكار التكنولوجي قسم علوم الحاسوب في جامعة ستانفورد، حيث التقى لاري بيج وسيرجي برين عندما كانا طالبين في الدراسات العليا عام 95. كان لديهما الكثير من الأمور المشتركة، فوالد كل منهما أستاذ في الجامعة، ووالدتاهما عالمتان، وكلاهما ولد عام 73. كلاهما نشأ على حب كل ما يتعلق بالحاسوب. برنامج رسالة الدكتوراه لدينا انتقائي للغاية. عندما رأيتهما أول مرة قلت إنهما من أذكى من رأيت في حياتي. كان هيكتور غارسيا مولينا أحد مستشاري سيرجي برين يعمل معه على بعض مشاكل استخراج البيانات. كان الأمر البارز بخصوص سيرجي هو عمره، حيث جاء إلى هنا كطالب للدكتوراه وهو في 19 من عمره، وهذا ما كان يعلق ببالك عند رؤيته، إنه شاب يافع وذكي. سيرجي برين المولود في روسيا كان عبقرياً في الرياضيات ويحب السباحة والجمباز. لاري بيج كان المخترع الذي يأمل في تغيير العالم. في وقت ما، لا أعلم متى تماماً، اجتمعا وبدأ العمل معاً على محرك البحث. ابتكر أول محرك بحث خاص بهما من كمبيوتر، اشتريا بعضاً من أجزائه واستعار أجزاء أخرى من الجامعة. بعد أن استنفذ بطاقات ائتمانهما توصل لحلول عبقرية لمواردهما المالية. ثم اكتشف لاري أن بإمكانه الحصول على صفقة أفضل، قام بشراء أقراص منفردة دون صناديق الجهاز، وبنيا جهازهما الخاص وحصلا على المزيد من سعة التخزين بنفس مقدار المال. بواسطة هيكل مصنوع من قطع الليجو وخلطتهما الخوارزمية السرية التي أسمياها باكراب، تمكن من بناء ثوري لمحرك بحث جديد. ما كان يمكنك ملاحظته فوراً أن ترتيب صفحات كان أفضل بشكل جوهري من الذي توفره ألتافيستا. في أواسط التسعينيات كانت ألتافيستا كأغلبية محركات البحث تنظر إلى النص فقط، تصنف النتائج استناداً إلى عدد المرات التي ظهرت فيها الكلمة المطلوبة. كان محرك البحث الخاص بلاري وسيرجي أكثر تعقيداً بكثير لاحتوائه على خوارزمية حسابية تأخذ عدد الروابط من وإلى مواقع الإنترنت. كلما زاد عدد الروابط ارتفع التصنيف. أول بحث قمت به في جوجل كان سعر تداول العملة الكندية، أعطتني المعلومات المطلوبة تماماً كأفضل ما يمكن استخدامه بالنسبة لسعر تداول العملة الكندية. ولقد أكره استخدام كلمة صعقت، ولكني صعقت حقيقة لأني استطعت العثور على ما أريده تماماً بسرعة كبيرة. أعتقد أن ما أدركاه هو أن العمل عليه كمشروع بحث خاص بالجامعة لا يعطيهما المدى والقياس الذي يحتاجانه بالفعل لجعل الأمر ينجح، فقالا لنخرج ونؤسس شركة ونعود ونكمل البحث. كان لاري وسيرجي يستعدان لترك ستانفورد لتأسيس شركتهما الخاصة بمحرك البحث، والتي سجلاها باسم جوجل، وهي كلمة خاطئة إملائياً لمصطلح رياضي يعني رقم 1 و100 من بعده. قدما العمل الذي قام به على محرك البحث، ونظراً لاهتمامي أردت أن أكون معهما. حصلت جوجل على أول موظف لها، وهو كريغ سيلفرستين، طالب دكتوراه زميل. كنا 3 في البداية، وقد بدت مدة طويلة أن بقينا كذلك. كنا نهتم كثيراً بالتناسب الثقافي، وكان هناك أشخاص رفضنا توظيفهم رغم أنهم كانوا يبدون تقنياً مؤهلين للغاية، لأنهم لم يتمتعوا بالشخصية المناسبة للعمل معنا. افتتح الطلاب 3 خريجو ستانفورد مقراً للشركة في مكان اعتيادي في سيليكون فالي في مرآب للسيارات، وبدأت الشركة بالتوسع. التحقت بهم في يناير عام 1999، كان ذلك بعد بضعة أشهر من افتتاحهم للشركة. كان هناك 4 أشخاص في الشركة حينذاك، من ضمنهم لاري وسيرجي، وكانوا يستأجرون نصف المنزل من شخص كان لا يزال يعيش فيه،
وهو حاليا نائب رئيس شركة جوجل، والجميع كان يعمل في المكاتب أو في غرف النوم. المرآب لم يكن مكانا لعملنا، لم تكن الشركة بأكملها تعيش في المرآب. عملنا بشكل كامل في المرآب وحرصت على ذلك، كنت أفعل هذا مرة واحدة في الشهر أو كل شهرين، لكنني كنت حريصا من حين لآخر أن نذهب إلى المرآب ونقوم ببعض العمل هناك. كنت أريد أن أصنع تاريخا، وبدأنا بالتوثيق فقط في مرآب ملحق بمنزل. بعد أن أصبح عمل جوجل أكبر من أن يدار في مرآب، نقل مقر الشركة إلى مكاتب اعتيادية وسط المدينة في بالو ألتو. بالو ألتو كانت مدينة مليئة بالمطاعم، كنا نذهب إلى مطعم مختلف كل ليلة، كنا نتناول العشاء خارجا طوال الوقت والغداء أيضا خارجا. كانت الشركة تتوسع بسرعة شديدة، لكن بوجود مطاعم أقل في الموقع الجديد قرر أن الوضع سيكون أفضل فعالية واقتصاديا بأن يكون لهما مطبخ وطاه خاصان بهما. اختار من عمل لصالح فرقة Grateful Dead الموسيقية. في البداية عرضوا علي أسهما وكنت مترددا للغاية. تحدثت إلى والدي بهذا الخصوص وقلت له هؤلاء الشباب يريدون أن أعطيهم نقودا مقابل هذه الأسهم، وهي شركة لم تكن مشهورة، فقال لي هذه خدعة لا تصدقهم. على خلاف مواقع محركات البحث الأخرى، كانت صفحة جوجل الرئيسة نظيفة وكفؤة خالية من الإعلانات واللافتات المزعجة. كان لاري وسيرجي يشهدان صفحتهما وهي تزداد شعبية، لكن محرك البحث هذا لم يكن يجني أرباحا حتى الآن. قرر مؤسسو شركتنا أننا لن ندخل في مجال الإعلانات لأطول فترة ممكنة، ولكن أعتقد أننا توصلنا للفكرة عندما قلنا اسمع، لما لا نقوم بإظهار الإعلانات نصية فقط لا تحتوي على صور متحركة وأمور مشتتة للانتباه. استنادا إلى البحث، كانت جوجل توفر إعلانات بسيطة يدخل إليها الناس بالضغط عليها، وهكذا في أكتوبر عام 2000 بدأت جوجل بعمل جديد هو الإعلانات على الإنترنت، وعلى الفور بدأت أموال الإعلانات بالتدفق، وازداد الضغط على لاري وسيرجي من مستثمري رأس المال الخاص بمشروعهما. أرادا رئيساً لمجلس الإدارة له خبرة كي يدير الشركة. اختارا رجلاً محنكاً مخضرماً في عالم التكنولوجيا هو إريك شميت، الذي كان يدير شركة نوفل المصنعة للبرمجيات سابقاً، وقبلها كان يعمل مع سانويل مايكرو سيستمز. لكن الأمر المهم لهما أن يشاركهما مهندس في علم الحاسوب له خلفية علمية تنسجم مع روحهما القوية للمبادرة. لقد اتخذت جوجل موقفاً من الإبداع يتأتى من رجال أعمال أفذاذ يعرفون كل ما يتعلق بالشركة، غالباً ممن يكون لديهم الفكرة لكنهم لا يملكون الوقت للعمل عليها. ابتكرنا مفهوماً هو 20% من الوقت، وهو أن كل شخص فني في الشركة نفرض عليه أو نشجعه لقضاء 20% من وقته المهني على الأمور التي تهمه، وليس ما نجده نحن مهماً. الموظف رقم 23 بول بوكيت، وهو مبتكر شعار لا تكن شريراً، كان أيضاً المهندس الذي توصل في يوم واحد إلى جيميل، وهو برنامج للبريد الإلكتروني لمستخدمي جوجل. كان هناك الكثير من الاعتراضات على إنشاء جيميل في المقام الأول، ومن أكبر هذه الاعتراضات أنه لا يمكن تحقيق المال عن طريق البريد الإلكتروني. كنا نفكر بإمكانية قيامنا بإعلانات هادفة، كأن نقدم إعلاناً لمعدات التزلج فتحصل على قفازات أو ما شابه. حاول كتابة رموز لمعرفة إمكانية حواسيب جوجل القيام بمسح لبريد جيميل وتوفير مكان لإعلان مناسب. عند وصولي في اليوم التالي كان الناس متحمسين جداً للموضوع، ليس بشكل إيجابي على الدوام، البعض اعتقد بأنها فكرة مريعة. ما أذكره من الاجتماعات التي استغرقت فترة تزيد عن العام هو ذلك الجدال المستمر حول ماهية المواصفات التي تجعل الإعلانات تنجح وما إلى ذلك. في النهاية قررنا أن نجرب، أطلقنا جيميل في الأول من أبريل، والذي اعتبره الغالبية مزحة. أثبتت إضافة الإعلانات الهادفة إلى جيميل عام 2004 أنها ليست مزحة، وأضافت لشركة جوجل الخلاصة المزدهرة أبداً. حولت جوجل ذاتها إلى آلة إعلانات مدرة للمال. عندما نتحدث عن الإعلانات، فقد تلقت جوجل عروض إعلان أكثر من أي شركة أخرى في التاريخ. عندما كانت جوجل تستعد لطرحها العلني الأول للأسهم، كان عليها أن تكشف سراً مصاناً،
وهو أن أرباحها وعائداتها كانت مرتفعة بشكل مذهل. فاجأت معظم مراقبي الاستثمارات وجعلت أسهم شركة جوجل تغري بامتلاكها. وهكذا شهد يوم 19 من آب عام 2004 أول يوم لتبادل أسهم جوجل، كما شهد ولادة المئات من أصحاب الملايين الجدد من مستثمري وموظفي جوجل الأوائل الذين فازوا بالجائزة الكبرى. أي استراتيجية للخروج اشتريتها من أشخاص آخرين ثم تطرحها للاكتتاب العام؟ مهما كانت تعد صفقة كبيرة وتجعلك تعيد التفكير في حياتك. أموري بخير، أنا مرتاح، معظم الناس يعتبرونني ثرياً وأنا أعتبر نفسي ثرياً. يعد لاري وسيرج الآن أكثر من أثرياء. استغرق الأمر 6 سنوات فقط ليصبحا من أصحاب المليارات. أصبحت شركتهما واحدة من أفضل شركات محركات البحث. أدخل اسم الشركة إلى القواميس كفعل، وأصبحت جوجل كأداة تكنولوجية جزءاً من ثقافة البوب، واعتبار الشباب لها أنها بمثابة نقلة بين الحرم الجامعي وجنة المهووسين بالدراسة، جعلت جوجل تتلقى أكثر من 1,000,000 طلب توظيف سنوياً. انضممت إلى جوجل وللمرة الأولى شعرت بأن الجميع يعرف ما يفعل أكثر مني. ما الذي يتطلبه الأمر لتكون واحداً من القلائل المختارين للعمل في جوجل؟ مجمع جوجل أو جوجل بليكس كما يسميه ساكنوه مهيأ لجعلهم يشعرون بأنهم الأفضل والأكثر إشراقاً. إنهم يستحقون الوجبات التكريمية وخدمة تدليك مدفوعة الثمن والغسيل المجاني وصالون الحلاقة المتحرك. أشعر بأن من أفضل الصفات لدى لاري وسيرجي أنهما ذكيان للغاية وعبقريان، ولكن من أفضل ما قاما به هو أنهما تأكدا من جمع طاقم عمل حولهما من أفضل وأذكى الأشخاص الذين استطاعوا العثور عليهم. تتلقى جوجل ما يزيد على 1,000,000 طلب توظيف سنوياً، لكن الانضمام إلى 20,000 موظف في شركة جوجل في أنحاء العالم يحتاج المرور عبر سلسلة من الاختبارات والمقابلات. راجين سيث خريج آخر في علوم الكمبيوتر من جامعة ستانفورد. مررت بعدد من المقابلات يصل إلى أكثر من 10 مقابلات، وأخيراً كانت مقابلتي مع لاري. جئت في يوم ما وجلست في مكتب لاري بيج وقمت بإجراء مقابلة عمل معه. سألني مجموعة من الأسئلة الصعبة، لا أعرف كيف كان أدائي، لكن يبدو أنني أعجبته إلى درجة كافية، وجعلتهم فيما بعد يقررون تقديم عرض لي. الذين يتلقون تقديراً كبيراً في شركة جوجل بعد مهندسي علوم الحاسوب هم من تم توظيفهم حديثاً، ويطلق عليهم EPM أو مدراء الإنتاج المساعدون. يعود السبب الأكبر الذي جعل جوجل تقوم بتوظيف مساعدي إنتاج في مثل منصبي ممن أنهوا دراستهم حديثاً، ليتمكنوا من تهذيب مدراء الإنتاج في المستقبل ليتصرفوا بالطريقة التي تريدهم جوجل أن يتصرفوا بها. أغلبهم حديثو التخرج بعلامات تفوق، يمنحون قدراً كبيراً من المسؤولية والصلاحية في بداية مهنتهم. لا نعطي الأولوية لهذا حالياً، لا نعتقد أن هذا سيحل مكان الصفحة الأولى من اليوم الأول. من بين مدراء الإنتاج المساعدين الجدد الكندي جيف هاريس. العمل الذي يقوم به والذي هو مساعد مدير الإنتاج مصمم نوعاً ما للأشخاص الذين يمتلكون خلفية تقنية، لكنهم ليسوا بالضرورة مهتمين ببرمجة الرموز يومياً، فعملي ينتهي بالتواصل مع المهندسين الذين يقومون ببرمجة الرموز حتى يتم التأكد من أن الجميع يعمل على تحقيق الهدف ذاته، وبعضهم بلغ سن 22 حديثاً. أعتقد أن المفاجأة الكبرى عند العمل لدى جوجل هو مدى انفتاحها تجاه كل ما نقوم به. يمكنني فقط الولوج إلى موقعنا الداخلي وأرى تفاصيل كل مشروع موجود، وهذا عظيم من المنظور التنظيمي. بالرغم من أن شركة جوجل قد تكون سياستها شفافة داخلياً، فإنها تماثل شركات عديدة في سيليكون فالي اتجاه السماح لمن هم خارج الشركة بالإخبار عنه، سواء كان ذلك مشفراً على شاشات المراقبة أو بالرسومات العابثة على اللوحات البيضاء المنتشرة في كل مكان. نحن نؤمن بوجود لوحات بيضاء في كل مكان، والسبب في ذلك في الواقع هو تحفيز الإبداع.
وهذا يمكنك من رسم الأشياء ونقل الأفكار والعمل مع الآخرين على هذه الأفكار. نأخذ هذه المجموعة من هنا وننقلها إلى هنا. هل هناك إمكانية لنشر إطلاق برنامج ما في نفس الوقت؟ نعم، لذا فإنه في كثير من الأحيان يقوم الناس بإخراج هواتفهم النقالة والتقاط صورة للوحة البيضاء وإرسالها كبريد إلكتروني للآخرين. إضافة إلى اللوحات البيضاء ورفوف الطعام الموزعة في كل مكان، ميزة أخرى لافتة للنظر في شركة جوجل هي غياب الورق. نحن نعمل بدون استخدام الورق، ومن الأمور التي قمنا بها هنا في جوجل هي أن يكون لدى المستخدمين حواسيب محمولة يأخذونها معهم إلى الاجتماعات. الكثير من الملاحظات يتم تسجيلها إلكترونياً لتتم مشاركتها مع الناس فورياً. شهية نهمة للابتكار الجديد الموسع بوجود مدى واسع من التقنيات يعني أن جوجل هي في بحث دائم. لدينا فرق للبحث عن التقنيات المتميزة في الشركات الصغيرة التي نستطيع أخذها أو شراءها، حيث تتمكن من الاستفادة من بنية جوجل. بوجود الكثير من المال والرصيد تحت تصرفها، تتمكن جوجل من التقاط الشركات التي تثير اهتمامها. هكذا أصبحت يوتيوب واحدة من منتجات جوجل، وكذلك جوجل إيرث وبيكاسا، إضافة لبرنامج معالجة النص رايتلي. كان رايتلي برنامجاً لمعالجة النص على المتصفح، تتجه إليه كأي موقع عادي ويعمل بصورة اعتيادية، وتنبهنا إليه في جوجل. اشترت جوجل برنامج رايتلي ووظفت مؤسسيه ليساعدوا في تطويره. كانت خبرتي نوعاً ما كصبي يطلق المراكب الورقية في جدول ما، وكان الأمر ممتعاً، حيث كان يتجول دادي ووربكس فجأة وقال لي: هذا رائع أيها الصبي، إليك كومة من الصفائح الفولاذية، ابني لي كتيبة من البوارج. تحول برنامج رايتلي إلى جوجل دوكس معالج للنص، يقوم بتحريك التطبيق وبياناته من الحاسوب الشخصي إلى خادم جوجل. إنه أمر غريب قليلاً، أنا بالتأكيد في 42 من عمري بلحية بيضاء. الأمر هو أنني لست كبيراً جداً في السن، ولكن هنا أنا أعد بالتسعينات أو أكثر، لا أعرف بالضبط. هناك الكثير من المهندسين الشباب هنا، وهذا لا يزعجني. أعتقد أن الجميع يصلون إلى هذه النقطة خلال مسيرتهم المهنية عندما تصبح الأمور أوضح. لا أكترث للثقافة التقنية الموجودة هنا، إنها لا تخيفني. أنا مبرمج شرس ومنتج ومفترس عندما أقوم بالبرمجة. لم أكن هنا عندما قاموا بتأسيسها. مفهوم الثقافة لديهم أنهم أرادوا عمل الأشياء ورؤيتها من منظور المهندس. العمل في جوجل يتطلب من هذا المنظور قد تكون الكفاءة هي التوجه الأول للمهندس. ولعمل مزيد من الفرز تفتح وثيقة نصية في جيميل وتعطيك إشارة خطأ. معظم الفرق تقوم بهذا كل صباح. هناك اجتماع مدته قصيرة جداً، يستغرق حوالي 10 دقائق. لذا تابعت عملي وحاولت اكتشاف الأمر. قلم الرصاص هو المحارة من رواية أمير الذباب، هل تذكرها؟ من يكون القلم في حوزته هو من يتحدث، ولهذا هو اجتماع ناجح عملياً. الاجتماع الآخر الذي يقوم به فريق عمل جوجل دوكس هو مناقشة مشاكلهم في نزهة رايتلي الأسبوعية. محاولة القيام بأمور كبيرة لتغيير العالم هو أمر مثير للاهتمام، وأعتقد أن هذا ما أحبه فيما يخص عملي في جوجل. ما خطب خوارزمية التقليم لديك؟ الشاب كان يقوم بالتحرير ل8 ساعات، تم تجذيب البداية والنهاية. حسناً، هذا رائع. هنا تلزم بالتعامل مع عشرات الملايين من المستخدمين ومراكز البيانات الكبيرة، الأمر ممتع. بدأت المتعة لمهووسي الحاسوب عام 77 في مرآب في سيليكون فالي، عندما قام طالبان منسحبان من الدراسة بتأسيس شركة أبل، حيث أطلقا ثورة الحاسوب الخاص. قوة الحاسوب المكتبي التي انطلقت عبر ملايين المنازل والمكاتب حول العالم غيرت كل شيء. لكن الآن بعد ما يزيد على ربع قرن من الزمان، فقد الحاسوب الشخصي حداثة أزيزه الأصلي. استهدفت جوجل ابتكار ثورة أخرى، وذلك بإنهاء الحاجة إلى الحاسوب المكتبي. إنها تريد وضع أكثر ما يمكن من تلك البيانات على خوادمها الخاصة. من الأمور التي لم تحظى بحق قدرها ومنذ أول المراحل ومن ضمنها أيام ستانفورد، أنهما كانا بارعين في تقليص الكلفة لتجميع أنظمة الحواسيب، وقد استمرا في ذلك.
وهي القدرة على تقديم كمية كبيرة من القوة المحوسبة بكلفة قليلة نسبياً. منذ البدء وضعت جوجل أولوياتها أن تقوم بتصنيع كل خوادمها وخدمات التخزين بأرخص ما يمكن للتمكن من معالجة عمليات البحث الكثيرة والدخول إلى الإنترنت. وبينما توسع الإنترنت توسعت الحاجة إلى زيادة السعة المحوسبة. تقوم جوجل ببناء مراكز بيانات ضخمة. نستخدم مكونات الحاسوب الشخصي ثم نقوم ببناء الكثير من الأنظمة المتخصصة للتعامل مع المعيار المطلوب. المعيار هو في قلب جوجل. لا تمتلك جوجل فقط النفاذ إلى قوة محوسبة غير محدودة، وإنما ربما قيم أكبر، حيث قامت بتجميع مجموعة هائلة من البيانات يمكن استخدامها لاختبارات بمعيار غير مرئي للكثير من مهندسي الكمبيوتر الجدد. كنا أنا وزميلي في المكتب نمرح حول بعض الأفكار، وكنا نتحدث عن شيء ما تحول لاحقاً إلى ما يشبه جوجل بوك ماركس، وقمنا ببعض العمليات الحسابية وقلنا إن هذا سيكون بمقدار حوالي 4 بيتا بايت من البيانات. هذا لا يبدو سيئاً جداً، وهذه الجملة كانت قبل دخولي إلى جوجل بحوالي شهر. كنت لأصعق لسماعي لهذه الكلمات تخرج من فمي. هذه 4 بيتا بايت الصاعقة تكافئ 4 ملايين جيجا بايت، أرقام كبيرة بشكل مذهل ومن المستحيل لأشخاص عاديين استيعابها. عندما تزداد سعة الذاكرة وتقل كلفتها تنتقل جوجل إلى ما يسمى الحوسبة السحابية. الفكرة الكامنة وراء الحوسبة السحابية هي المضي قدماً ووضع كل شيء على الخوادم، حيث يقوم المختصون بمعالجتها. المشكلة اليوم أنك تخزن كل شيء على حاسوبك، فإن أسقطته أو كسرته أو حذفته تصبح كارثة. لما لا تضع كل شيء مهم في مكان آخر تبقيه آمناً وتحت سيطرتك؟ إنه في متناول يدك في كل وقت وحيثما تكون. الانتقال إلى السحابة بشر بإحداث ثورة حول كيف نتواصل ونعمل ونلعب، بل في الواقع كيف نعيش. الناس يتساءلون ماذا سيحدث للمعلومات الخاصة بي؟ إنها سجلات البنكية، سجلات الصحية، مهما كانت أنا لا أملك سيطرة عليها، إنها موجودة في مكان ما هناك، وعلي أن أثق بمن يملكها ألا يقوم بعمل شيء بها لا أريده. هل هذه النقلة إلى السحاب تفتح باباً خلفياً للحكومة والشركات للوصول إلى بيانات عنا؟ إذا انتقلت البيانات الرقمية الخاصة بكل شخص إلى الحوسبة السحابية، فإذا أين هو هذا السحاب؟ إحداها لامست سفح جبال بلوريدج في كارولاينا الشمالية. كانت هذه في يوم ما قلب صناعة الأثاث الأمريكي. ثم في التسعينيات سحبت العمالة الواردة الرخيصة الوظائف، وخلفت وراءها اقتصاداً سيئاً وفائضاً كبيراً جداً من الطاقة الكهربائية. غالباً ما يحدث أن تستهلك مراكز بيانات الحاسوب طاقة كهربائية ضخمة لتشغيل الخوادم وتبريد كميات كبيرة من الماء المستخدم في التبريد. مدينة لينوار كان لديها الكثير من كلا الأمرين، وهكذا في أواخر 2005 جاءت شركة جوجل، لكنها كانت متسترة بالسرية. من منظار جوجل على الأقل كما فهمته أنا، أن السباق لبناء هذه المراكز كان شديداً جداً، وفي البيانات من منظورهم الخاص أنها ملكية خاصة، لدرجة أنها لم ترغب أن يسمع أي من منافسيها بما كانت تفعل. تيجي رور محام وعضو مجلس بلدة لينوار، وكان له علاقة بالمفاوضات التي جرت مع جوجل خلف الأبواب المغلقة. كانوا يكشفون لنا عن معلومات لا يمكننا بدورنا الكشف عنها لأحد. كان لجوجل بكل تأكيد طريقتها في التعامل، إما طريقتنا أو لا، هذه هي شروطنا. الموظفون المحليون اليائسون كانوا متحمسين للتوصل إلى صفقة تأتي بجوجل إلى هذه البلدة اليائسة. عرضوا على جوجل 30 سنة بلا ضرائب على العقار والأجهزة. كانت قيمتها تصل إلى 165 مليون دولار خلال 30 عاماً. من هذه المستودعات الرقمية التي تبلغ كلفة الواحد منها 600 مليون دولار، يتدفق نهر من البيانات. ها هو البريد الإلكتروني والصور والموسيقى وأفلام الفيديو والخرائط،
وعمليات البحث التي جعلت من جوجل محطة قوة لجمع البيانات. لا تكشف جوجل عن عدد حقول الخوادم التي تديرها في أنحاء العالم، لكن شائعة مفادها أن هناك ما يقارب 36 منها حول العالم، جميعها متصلة رقمياً ومثبتة على الأرض بإحكام، لكن هذا على وشك التغير. قدمت جوجل طلباً لتسجيل براءة اختراع لبناء مراكز بيانات في البحر يتم تشغيلها بأحدث التقنيات لتسخير طاقة الأمواج. سيتم تثبيت خوادم جوجل على أبراج. التوقعات أن الخوادم المثبتة في البحر ستكون كلفة تشغيلها أرخص بكثير، وبالتأكيد لن يكون هناك ضرائب لدفعها على العقار أو الأملاك. لكن جوجل انتظرت طويلاً عندما تعلق الأمر بافتتاح مكتب لها في الصين. تنامي الاهتمام بالإنترنت في الصين كان مذهلاً. عام 2009 تجاوز المستخدمون في الصين كامل عدد سكان أمريكا. إنها عبارة عن سوق متنام يزداد تعقيداً بوجود حكومة ذات رقابة صارمة. لقد تأخرنا في دخول الصين. تأخرنا لأننا كنا قلقين بخصوص بعض القوانين الموجودة لديهم. لكي تتمكن جوجل من إنشاء مكتب في الصين، كان عليها الموافقة على حجب مواقع معينة من نتائج عمليات البحث، والحكومة الصينية هي من يتحكم بعبور جدار جوجل في الصين. عينوا كاي فو لي المدير التنفيذي في شركة مايكروسوفت، وكان مسؤولاً عن عملياتها في الصين. عام 2005 وجد نفسه في دور نوغلر، الاسم الذي يطلق على الموظفين الجدد. عندما انضممت إلى جوجل اعتدت على كلمة مذهول لأصف ما كنت أراه. أعتقد أن الأمر هو خليط من عدة أمور، خليط بين القيم التي تؤمن بها جوجل وكم كانت الشركة يافعة وسعيدة، وهدفي أن أجعل الثقافة المتبعة في مكتب جوجل في الصين أقرب ما يكون لثقافة مكتب جوجل في ماونتن فيو. إنهم من المستحيل جعل كليهما متطابقين تماماً، لأن الحضارة الأمريكية والحضارة الصينية مختلفتان. لا يوجد ما يفصل تلك الحضارتين أكثر من المستخدم الفعلي للإنترنت. معدل عمر مستخدم الإنترنت في الصين هو 25 عاماً مقابل عمر 42 في الولايات المتحدة، فالفرق جوهري، وأنماط الاستخدام مختلفة أيضاً. المستخدمون الصينيون كونهم أصغر سناً يميلون إلى الترفيه مثل الألعاب والموسيقى والفيديو. إنهم أقل ميلاً لإجراء عمليات البحث والتجارة الإلكترونية، وبصورة مشابهة عند استخدامهم للإنترنت فإنهم يريدون شيئاً شاغلاً ومثيراً جداً مقابل ما يواجهه المستخدم البسيط. مقاهي الإنترنت مليئة بالشباب اليافعين، لأنه في المنزل يحظر عليهم تشغيل هذه الألعاب والأفلام. ما يبدو أنه غير محظور هنا أو في المنزل هو تنزيل الموسيقى المقرصنة. لاحظنا أن معظم مستخدمي الإنترنت في الصين يقومون بتنزيل الموسيقى المقرصنة أو غير المرخصة من خلال محركات البحث الأخرى. لقد أصبح هذا عادة لديهم، وأعتقد أن معظم المستخدمين يجدون في هذا استحقاقاً لهم. جهودنا في محاولة إنشاء خدمة تنزيل مدفوعة الثمن أو حتى خدمة اشتراك تنتهي بنتيجة واضحة، وهي أنهم لن يتوقفوا عن ذلك أبداً. قام مهندس ومدير إنتاج في جوجل باستخدام 20% من وقتهما للتوصل إلى موسيقى جوجل، تنزيل مجاني للموسيقى بدعم من شركات التسجيل. لذا نأمل أن نكون قد وجدنا التركيبة التي لن تكون ناجحة ورائجة فحسب، وإنما مربحة أيضاً لنا ولشركائنا ولشركات التسجيل. بينما تسمح الحكومة الصينية على ما يبدو بقرصنة الموسيقى، تظهر صبراً أقل اتجاه شركة جوجل، إذ اتهمتها مؤخراً بنشر الإباحية. جوجل شركة مسجلة في الصين، علينا اتباع القوانين الصينية. أمهما كانت القوانين؟ طاقمنا وموظفونا هم مواطنون صينيون، يجب عليهم التقيد بالقوانين الصينية أينما عملوا. اتباع القوانين الصينية يعني أن عمليات البحث في جوجل بما يحدث داخل الصين كفالونغونغ أو استقلال التبت أو احتجاج تيانين من سكوير تظهر نتائج مختلفة عن تلك التي تظهر خارج الصين،
وهكذا تم العمل لأربعة أعوام. حتى يناير من عام 2010 أعلنت جوجل أنها ستتوقف عن رقابة نتائج البحث نتيجة هجوم قرصنة كبير منشأه الصين مستهدفاً ملكية جوجل الفكرية وحسابات بريد جيميل الإلكتروني الخاص بالناشطين الصينيين المدافعين عن حقوق الإنسان. بينما تصر الصين على وجوب اتباع قوانينها، حذرت جوجل أن مناقشاتها مع الحكومة الصينية حول تشغيل بحث غير مفلتر لو باءت بالفشل فستغلق أعمالها في الصين، رغم أنه لم تحدث مناقشة مع الحكومة الأمريكية بعد اعتداءات 11 من سبتمبر سمحت بإصدار تشريع يعطيها سلطة رقابية واسعة ويعطيها الحق بنفاذ غير مسبوق إلى تعقب الآثار الرقمية للناس. هذه القوى واسعة جداً، الآن تندرج تحت حق الدخول إلى تقارير الحسابات للأفراد والدخول إلى بيانات اتصالاتهم، وأضيف لها توسع آخر بقدرتها على إرسال رسالة إلى أي حامل بيانات، وتقول الرسالة: الرجاء الكشف عن كل المعلومات التي تملكها عن الشخص المعني، ولا تخبره، ولا تخبر أحداً. هذه هي فكرة رسالة الأمن القومي. في مركز المعلومات الشخصية الإلكترونية في العاصمة واشنطن، المدير مارك روتنبرغ ينتابه القلق حول المعلومات الرقمية الجديدة التي ترحل إلى حقول خوادم البيانات السحابية. أنا لا أقول إن الحكومة يجب ألا يسمح لها بالولوج إلى هذه المعلومات حسب الظروف المواتية. في الواقع في بعض الحوادث من الضروري ملاحقة المخالفات والتحقيقات الجنائية، لكننا بحاجة إلى الإشراف وبحاجة إلى المحاسبة وإلى الشفافية. المشكلة في الحوسبة السحابية أنها ستسهل على الحكومة الولوج إلى هذا النوع من المراقبة بصورة سرية دون معرفة الناس أن معلوماتهم الشخصية وسجلاتهم يتم مراقبتها. طلبت من أشخاص في جوجل أن يبلغوني إحصائياً عدد مذكرات الجلب والإنذارات التي يتلقونها شهرياً. ليس عليكم قول شيء آخر ولا أن تقول فيما تتعلق تلك المذكرات والإنذارات، فقط رقم. نريد معرفة كم تتلقى منها، ولكنها لم تؤيد هذا الاقتراح ورفضته. بينما تقوم محاريث جوجل الماحقة بترقيم كل ما تجده في طريقها، تقوم بتجميع أتباع جدد. اختارت العاصمة واشنطن تحرير نفسها من مكتب مايكروسوفت والتحول إلى مجموعة من تطبيقات جوجل. تقدم جوجل حياة أكثر رخصاً وأمناً وتعاوناً في سحابتها، بحيث أنها شديدة الإغراء لا يمكن رفضها. الثقة أمر أساسي في علامتنا التجارية. إن قامت جوجل بخرق ثقة أحد ما، ستقضي علينا الصحافة، وفجأة سيحتفظ الناس بمعلوماتهم ويتوقفون عن البحث، وعائداتنا ستنخفض. سيكون أمراً رهيباً لشركتنا، لذا نحن نأخذ أمر بجدية. البعض لا يثق بأننا حقيقة نحاول عمل منتجات تشعر المستخدمين بالأفضل، فهم يرون أن لدينا أجندة نحاول بها السيطرة على العالم، ولكن ماذا يمكنني أن أقول؟ نحن أشخاص من حملة الدرجات العلمية، ونحن لا نفكر أبداً بهذه الطريقة. كان على جوجل أن تقلق حيال مجموعة من المبتدئين الجدد مستعدين لتغيير عالم البحث، التخلص من نموذج جوجل لمحرك البحث الطاحن. إنهم ينتهجون البحث من زاوية مختلفة، فهم يريدون تسخير قوة ما يعرف باسم حكمة الأصدقاء. أعتقد أن هذا المكان هو من سيحدد في السنوات العديدة القادمة ماهية الإنترنت والعالم. إذن ما سبب أن بعض المؤيدين الرئيسيين في مجال البحث الاجتماعي هم من الموظفين السابقين لدى جوجل وهم مستعدون لمواجهة مدرائهم؟ لكن مع ما يقارب 20,000 موظف حول العالم، لاحظت جوجل أن بعض موظفيها السابقين يغادرون إلى ما يرونه الحدث الأكبر المقبل. في منطقة داخل السوق المركزي في سان فرانسيسكو، يتمتع تشغيل الإنترنت بفيض من الحامض النووي لشركة جوجل. كثير من مؤسسيها هم موظفون سابقون فيها، لكن شركتهم أرتفاك تريد الوصول إلى أبعد من حدود جوجل وتبدل عملية البحث نفسها. نحن نحب أن نطلق عليها البحث الاجتماعي. إنها تقوم على فكرة أنك تقوم فعلياً بالبحث عن الشخص المناسب
في لحظة ما، والأمر ليس أنك تريد معرفة سيرتهم الذاتية، بل أنك تريد حقا التواصل معهم، لأنهم يعرفون شيئا يمكنه حقا مساعدتك. أحيانا لا تكون مكتوبة على مدونة الإنترنت، لكن هناك من يعرف الإجابة في مكان ما، ونحن كلنا لدينا شبكات اجتماعية، وأردفارك هي أساسا خدمة تمكنك من الدخول في ذلك. هناك مجمع صناعي لا يوصف في سيليكون فالي. انطلقت هناك شبكة اجتماعية أخرى بمجموعتها الخاصة المميزة من موظفي جوجل السابقين، منهم بول بوكايت الذي صاغ شعار جوجل الشهير لا تكن شريراً. تقوم شركتهم الصغيرة المسمى فريند فيد بتطوير خدمة شبكة اجتماعية جديدة تشارك وتتبع أثر ما يهم ويقرأ الأصدقاء ويعلقون به. لا أحد منا يعلم ما سيحدث تالياً، لكني أجد هذا من عدة نواحٍ جزءاً من متعة الإنشاء. داخل شركة كبيرة يمكنني بسهولة توقع ما سيحدث في العام القادم، لكن عند بداية تأسيس شركة جديدة لن يكون لديك فكرة عما سيحدث. كانت جوجل تراقب فريند فيد لاكتساب محتمل، لكن قبل أن تصل فريند فيد عامها الثاني في الأعمال التجارية، استحوذت ظاهرة الشبكة الاجتماعية فيسبوك بما مقداره 50 مليون دولار. فيسبوك أسسها طالب منسحب من الدراسة في هارفارد عام 2004، وشهدت نمواً متزايداً ومثلت تحدياً حقيقياً لجوجل، وفي نفس الوقت اجتذبت عدداً مفاجئاً من موظفي جوجل السابقين. أعتقد أن مغادرتي لشركة جوجل واختيار المجيء إلى فيسبوك تثبت مدى اقتناعي بأهمية مهمة فيسبوك. فيسبوك ويصحبها تويتر هي حالياً أهم الشبكات الاجتماعية الموجودة، وأدركتا أن توصياتهما المبنية على أساس الصداقة نوع مختلف من البحث تماماً عن الحسابات الخوارزمية الجامدة لجوجل. الأمر بالنسبة لأغلب الناس بعيداً عن الهندسة، العالم هو عبارة عن العلاقات والتواصل مع الآخرين. فيسبوك المتوسع خطوتنا التالية في تطور المنظور التقني. دخلت جوجل إلى سوق الشبكات الاجتماعية بشيء يسمى أوركات. على الرغم من شعبيتها في الهند وجنوب أمريكا، إلا أنها فشلت في اكتساب مستخدمين أكثر لها بين الأوروبيين والأمريكيين. لم تقفز جوجل إلى تجارة الشبكات الاجتماعية، وأعتقد أن هذا بسبب شخصية المؤسسين. أعتقد أنهم مهندسون يعتبرون الحديث الصغير مع الأصدقاء ليس أولوياً، وإنما الحصول على المعلومات من العالم العلمي. لذا أعتقد أنه بمعنى معين كان هناك دائماً اتخاذ موقف منحاز، إن هذا غير مثير للاهتمام كثيراً وليس ذا أهمية، لما قد ترغب بقضاء وقت في العمل عليه. وبالطبع مع تحول العالم إلى فيسبوك وتويتر وما شابه، قالوا حسناً يمكننا عمل ذلك تقنياً أيضاً. جوجل تؤمن بأن البيانات ستقدم فائدة للمجتمع. الشركة تجزم بإيمانها بأنها ستجد طرقاً لاستخدام البيانات لجعل حياتنا أفضل وجعل حياتنا أسهل وجعل القرارات أكثر كفاءة. إنهم يؤمنون بذلك. فمثلاً مع أنواع الإنفلونزا، يعتقدون أنهم بتتبع عمليات البحث الفردية والنظر في أمور كالسعال أو العوارض الأخرى سيتمكنون من كشف الإنفلونزا، سيتمكنون بكفاءة أكبر من السعي لإنهاء الأوبئة. عندما أطلقت جوجل اكتتابها، كتب لاري وسيرجي بنفسيهما رسالة تشرح طموحاتهما لمستقبلها. جوجل هي ليست شركة تقليدية، ولا ننوي أن نصبح كذلك. مهمة جوجل لجمع كل معلومات العالم وجعلها مفيدة ويمكن الوصول إليها وإنجاز ذلك خلال 300 سنة، جعلها تتقدم أكثر من مواقع البحث على الإنترنت، سواء كان ذلك بتصوير الشوارع أو جعل الكتب رقمية أو تحويل هواتفنا النقالة إلى بوابات للإنترنت أو ابتكار أعظم مستودع للفيديو في العالم في سحابة خاصة به. تبقى جوجل ظاهرة تقنية، لكن مستقبلها متوقف على أمر غير علمي تماماً، هو الثقة. الثقة في أنها تحافظ على بياناتها آمنة من القراصنة والحكومات المتطفلة، وأنها لا تسيء استخدام بياناتها. وفي النهاية الثقة في أن جوجل مستمرة بالعمل تحت شعارها لا تكن شريراً.